مباشرة ينضم إلينا الآن المحامي محمد دحلي المختص القانوني والحقوقي. كذلك أهلا بك سيدي. في بادئ الأمر، ما بين الاقتصاد وما بين الأوضاع السياسية، ما العامل الأكثر تأثيرا ربما على المجتمع العربي في هذه الفترة؟ يعني عندما نقارن هذه المعطيات ما بين المواطنين العرب والمواطنين اليهود في البلاد، الاستنتاج واضح والسبب أيضا واضح. يعني المواطن اليهودي لا يعاني ما يعانيه المواطن العربي. المواطن اليهودي لا يعيش في دولة تعرف نفسها أصلا على أنها دولة شعب آخر، يتعرف نفسها على أنها دولة اليهود ودولة الشعب اليهودي، وتتعامل مع العرب الفلسطينيين أصحاب الديار الأصليين على أنهم ضيوف أو ربما ضيوف غير مرغوب بهم. المواطن اليهودي لا يعاني من أزمة سكن خانقة كما يعاني منها المواطن العربي في البلاد. المواطن اليهودي لا يعاني من احتلال لملايين السكان من أبناء شعبه، وهذا ما يعاني منه أيضا طبعا بطبيعة الحال المواطنين العرب فقط، وبالتالي هذا أيضا يؤثر على مدى سعادتهم أو راحتهم أو قبولهم للسكن في وطنهم الذي تحول إلى دولة إسرائيل. طبعا المواطن اليهودي أيضا لا يعاني من الجريمة المستفحلة التي يعاني منها أبناء المجتمع العربي في البلاد، ولا يعاني من إهمال كبير من قبل الشرطة. أي جريمة تتم في المجتمع اليهودي يتم التعامل معها بطريقة مختلفة، ويتم العثور على الجاني بسرعة وتقديم الجاني للمحاكمة، في حين نرى أن الجريمة يعني تستفحل في الوسط العربي أو في المجتمع العربي وعشرات الضحايا سنويا بدون أن تقوم الشرطة بعمل دورها والتوصل إلى الجناة أو تقديمهم إلى المحاكمة. إذن الأسباب هي كثيرة، هي من جوهر الدولة وتعريفها لنفسها، ومرورا بالحقوق التي يحصل عليها المجتمعين العربي واليهودي، وبطبيعة الحال الاحتلال الجاثم على أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يلقي بظلاله بطبيعة الحال على مدى رضا وسعادة المواطن العربي في البلاد. وأنتم ذكرتم في بداية النشرة ما يحصل الآن في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة. ما يحصل هناك بطبيعة الحال يؤثر على مدى رضا وسعادة المواطن العربي داخل البلاد في أي مكان كان. هذا يقض مضاجع الجميع، يؤلم الجميع، وبالتالي هذا وغيره من الممارسات الكثيرة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا سياسات التمييز واسعة النطاق ضد أبناء المجتمع الفلسطيني في داخل الخط الأخضر، كل هذا في نهاية النهار يؤدي إلى عدم رضا وسعادة. وأنا حتى أستغرب من النسبة العالية نسبيا في المجتمع العربي، كنت أتوقع أن تكون أقل من ذلك بسبب كل ما ذكرنا. طيب أستاذ محمد دحلي كمحامي ومختص قانوني وحقوقي، أسأل هذا السؤال عموما، في أي أنظمة سياسية تعيش فيها شريحة أو يعيش فيها مجتمع معين يواجه السياسة الفوقية العنصرية وما إلى ذلك، تكون السلطات المختلفة إن كانت القضائية أو التشريعية أو ما إلى ذلك تحدث توازن معين حتى تظهر أمام الرأي العام على أنها سلطات متوازنة غير فوقية، لكن كيف يعني تصف الأمر في البلاد؟ هل يأخذ هذا المنحنى أم أن السلطات هي أصلاً من تعزز هذه السياسات الفوقية؟ يعني عزيزي، كما تعلم أنه في تقريباً كل دول العالم يوجد داخل الدول أقليات عرقية لغوية دينية تختلف عن الأغلبية السائدة في تلك الدول، ولكن في هذه الدول هنالك دستور يضمن حقوق الأقليات. أولا يضمن الحق بالمساواة على المستوى الفردي، وأيضا يضمن الكثير من الحقوق الجماعية لهذه الأقليات، سواء كانت حقوق لغوية، حقوق حضارية، حقوق على مستوى التعريف الذاتي وما إلى ذلك من أمور. هذه الحقوق تكفلها الدساتير المختلفة، في حين في البلاد ليس فقط أنه لا يوجد دستور يكفل للأقلية العربية الفلسطينية داخل الخط الأخضر حقوقها، ولكن لا يوجد أصلا مادة في القانون، لا قانون أساس ولا في القوانين العادية التي تشمل حق المساواة. والأنكى من ذلك أنه سنة قوانين وعلى رأسها
ما يسمى قانون القومية التي عبرت عن عكس ذلك، قوانين تقول أن هذه الدولة هي دولة اليهود ودولة الشعب اليهودي ولهم فقط حق تقرير المصير في كل فلسطين التاريخية، ولا تتحدث بأي شكل من الأشكال لا عن حق الحق بالمساواة، وهو عادة الحق الذي يقوم الساسة الإسرائيليون بدفع ضريبة كلامية تجاهه على المستوى حق المساواة على المستوى الفردي، أما على الحقوق الجماعية فبالطبع هذا أمر مرفوض أيضا على مستوى القوانين والقوانين الأساسية، وأيضا على مستوى تصريحات الساسة وموقف الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية. أستاذ دحلي، حتى من يطالب اليوم بالمساواة يعني يعاقب حتى في الإعلام الإسرائيلي وليس فقط الرسمي وإنما الخاص، لكن أسأل في المحور الأخير لهذا الموضوع أستاذ دحلي، على ذكر الأقليات القومية المختلفة في دول العالم الواسعة، على الأقل تكون هناك آليات وطرق نضال معينة يؤمن فيها الشعب تساعده ربما على إحداث توازن على أن يحيا الحياة اليومية. ماذا عن آليات ووسائل النضال؟ هل على سبيل المثال اليوم فعلا نشهد عدم إيمان مطلق بأي نوعية نضال حتى البرلماني منها؟ يعني بطبيعة الحال كما قلنا الأنظمة في العالم، الأنظمة الدستورية في العالم تكفل للأقلية الحقوق الأساسية التي تمكنها من العيش بكرامة وحرية داخل أوطانها، لأن النظام الذي يعرف نفسه على أنه نظام ديمقراطي وبالتالي بالمعنى الشكلي أي حكم الأغلبية بطبيعة الحال سيتحول إلى نظام استبدادي ضد الأقلية، وهذا ما نشهده الآن داخل حتى لو كانوا ممثلين في البرلمان أو ما إلى ذلك. نعم بطبيعة الحال نحن نرى أن هنالك دائما إجماع يهودي صهيوني هو مناقض لكل ما يؤمن به المواطنين العرب في البلاد، وبالتالي التعامل أو القول بأن إسرائيل دولة ديمقراطية لأنها فقط يعني يحدث بها انتخابات والعرب في البلاد بإمكانهم الترشح والانتخاب، هذا في واقع الحال أمر مضلل، لأن الديمقراطية الجوهرية التي تحترم نفسها وهذا هو تعريفها في العالم هي الديمقراطية أولا التي بها انتخابات، ولكن ثانيا التي تكفل الحقوق للأقليات وهي حقوق غير متنازع عليها وهي حقوق أيضا غير خاضعة لأغلبيات عابرة، ولا يمكن لهذه الأغلبيات الطارئة في البرلمان مهما كان نوعها وتعدادها أن تمس بهذه الحقوق الجوهرية الأساسية للأقليات. ولكن لدينا في البلاد نرى أن الأحزاب التي تشكل غالبية الأحزاب الصهيونية اليهودية في واقع الحال إما تؤمن بضرورة المس بحقوق الأقلية العربية أو أنها تنتطي هذه المطية في المعارك الانتخابية وفي الإعلام، لأن هذا يزيد من شعبيتها. أشكرك جزيل الشكر المحامي والحقوقي محمد دحلي المختص القانوني أيضا.